اليوم نتكلم عن طريق عابر إلى الصحراء إلى إفريقيا، وعن ألياف بصرية تعبر من شمال الجزائر إلى إفريقيا. قالوا لك هذه مشاريع الدولة، علاه تتكلم عليها؟ قال لك هذه المشاريع تاع الدولة مش تاع عبد المجيد تبون. أيوة، كيفاش تفاهموا مع هذه الناس؟ لا قولي واش نقولوا؟ نقولوا عبد المجيد تبون الخمس سنين هذه اللي فاتت جاء داير رجل على رجل ومطبق يديه ويروح لرئاسة الجمهورية يتغدى ويشرب كاس قهوة ويقصر والله يرقد ويرجع لداره، والله واش نقولوا؟ يعني هذه الإنجازات اللي هي إنجازات لم تكن في الجزائر منذ 62. منذ دحر الاحتلال الفرنسي لم تتحرك متر سكة حديدية من تقرت باتجاه حزيم سعود ولا باتجاه ورقلة، والآن تحركت بإذن الله بأمر منه وبحكمة منه وبتوفير الغلاف المالي من تقرت إلى حسيم سعود، ومن تقرت متجهة إلى ورقلة، ومن ورقلة متجهة إلى الأغواط لتغلق دائرة السكة الحديدية في الشرق والجنوب الشرقي والوسط.